هاتي تشوف، خبريني شو حكيته. أول شغلي أنا زعلاني منك، كيف بتتركينا لحالنا؟ والله العظيم خجلت وخفت. هلق خجلتي مقبولة، بس خفت إيش الزلمة كان بده يأكل شقفة مني؟ بعدين أنا تركتكن ورحت، قلت لحالي يعني بركي بتحكوا أكتر وبتتعرفوا على بعض أكتر. هاتي تشوف احكي لي شو صار. هلق اسمعي، بتعرفي شو قال لي؟ قال هاي الكافيتيريا أكتر كافيتيريا بيحبها بكل البلد، بس صار له سنتين ما أجا لهم. سبحانك يا ربي النصيب. ايه ما قلتي لي عجبي؟ هلا قوي مؤدب وحباب. يعني فيني افهم منك انكم توعدتوا؟ يعني ما بتعرفي انه عندي شغل بالمعمل؟ لك مقصوفة الرقبة، ما انت بهيك يوم بتكوني معطلة. ما انا هيك قلت له. ها من الاول ما اخذتوا ارقام بعض؟ يعني شو رأيك مثلا؟ قلت لحالي بس ليك يولي يا ويلك إذا بتخبي علي شي ما تفهمي أي شي بيصير بتقليلي ماشي؟ لا يا فايزي أنا حبيتك حبيتك من نص قلبي. ليتك ذق عمري قلبي. روحي الله يهنيكي يا رب.